بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الإنسان كل ما يصنعه في الدنيا لا يضيع، ويأتيه الجزاء، إن خيرا يكون الجزاء خيرا، وإن شرا والعياذ بالله يكون الجزاء شرا. قد يكون الجزاء في الدنيا، قد يكون الجزاء في الآخرة، قد يكون الجزاء في الدنيا والآخرة. هذه الآية الكريمة كآيات كريمات أخر تؤكد على هذا المعنى. الإنسان إن أحسن إلى شخص، إلى حيوان، حتى إلى النبات والجماد، هذا الإحسان يعود إلى نفسه. نتيجة الإحسان تنعكس على نفسه، إما عاجلا أو آجلا في الدنيا وكذا في الآخرة. وإذا أساء الإنسان إلى إنسان أو إلى حيوان أو حتى إلى النبات والجماد، هذه الإساءة تنعكس على نفسه. وحسب الموازين الواقعية، الموازين الإلهية، أحيانا يكون الانعكاس بأضعاف وأضعاف ما أحسن، وكذا بالنسبة إلى الإساءة. كان رجل طبيب، أنا رأيته مرارا، كان عالم وطبيب، كان يسمى سيد مرزا أبو الحسن الشيرازي في النجف الأشرف. هذا كان ينقل عن أستاذ له لقب بمسيح الأطباء، وكان ذلك أيضا يعيش في النجف الأشرف ثم في إيران. سابقا في الحوزات العلمية كان متعارف، وقد أدركت أنا أواخر ذلك أن أهل العلم يدرسون علوم الدين وبجنبها يدرسون شيئا من علوم الطب. للحديث الشريف: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. فكان ينقل عن هذا الأستاذ اللي لقب أخيرا بمسيح الأطباء أنه كان هذا فت طالب علم ديني عادي في النجف الأشرف، وكان قد درس بعض الشيء، شيء بسيط قليل من الطب. وجاء إلى إيران لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، ولزيارة فاطمة المعصومة عليها السلام.
ينقل عنه هو أنه كان يقول: في يوم من الأيام كنت في مسجد في طهران، قصة لعلها ترجع إلى أكثر من 100 سنة، كنت في مسجد في طهران صليت صلاة الظهر والعصر ولم يبق عندي من المال إلا قرانا واحدا ريال، على الاصطلاح الإيراني ذاك اليوم الريال مثلا ربما وجبة أكل تعطى بريال، فما كان عندي غيره وكنت وحدي. بعد صلاة الظهر والعصر كنت أفكر هذا الريال أستفيد منه للغداء، ما يبقى لي عشاء، فش أسوي للعشاء؟ لازم أقترض، لازم أشوف الطريق. فكنت أفكر لو أقضي هذا اليوم جائعا هذا الريال أصرفه في العشاء، وجبة عشاء أكل. في هالأثناء اللي كنت متردد أتغدى وما أتعشى أو أتعشى أقضي بلا غداء، فد شخص جلس خلفي وقال لي: عندي سؤال بس لا تنظر إلي حتى تراني، أنا جائع ما عندي شيء، إذا عندك انطيني فتش، سواء أنت تطيني أو متنطيني لا تنظر إلي لا تشوفني. يقول: وأنا أفكر أنه أتغدى بدون عشاء أو أتعشى بدون غداء. هذا من قال هذا الكلام أنا اللحظة تأملت، قلت أسأله ما كان عندي هذا القرآن شنو جد أسوي؟ أفرض أنه ما عندي هذا، أخرجت القرآن ومددت يدي إلى خلفي وأعطيته وذاك أخذ القرآن وذهب. بعد لحظات من ذهابه نظرت إلى خلفي ما كان أحد، لأنه كان رايح ما عرفت أنه منه كان. الآن بعد ما عندي شيء لا غدا لا عشاء، ذهبت إلى المدرسة، مدرسة أكو في طهران لطلاب العلوم الدينية، مدرسة مروي من السابق هاي المدرسة موجودة. ذهبت إلى المدرسة وفي حجرة في المدرسة تمددت، ولكن الإنسان الجائع ما يجي نوم، ثم الإنسان اللي مأيوس عن أن يحصل عشاء، وأفكر أنه شلون يصير منه. لعله في الصديق يحصل، لعله أشوف، ورجل رجل له كرامة ما يريد يستعطي هذا وذاك. قضيت بعض الساعات وإذا شخص دخل المدرسة أجي عندي، قال: أنت تعرف طب؟ لأنه كان متعارف في طلاب العلوم الدينية أنه يدرسون شيء من الطب. جاي بالمدرسة يسأل، أنا هم قلت إيه، فكرت في أنه على كل بعض الشيء أعرف، أروح ويطوني فتشي أحصل فتغدى فتعش. قال رحت أخذني إلى بيت أحده كبار الشخصيات في طهران ذلك اليوم، من عرفت أن هنا بيت أحد كبار الشخصيات ندمت. لماذا قلت أنا أعرف شيء من الطب؟ لأنه هذا مريضهم منه شنو؟ ليكون مثلا العلاج يضر به، أنا خو ما أعرف كل المعالجات، ما أعرف يعني مو وارد في الطب كثيرا، ولكن شفت إذا أقول لا أخاف هذا هم مو صحيح. أنا قلت نعم. على كل به خوف دخلت قصر كبير من
ما أدري ممر إلى حجرة إلى كذا، إلى وصلت إلى صاحب القصر في ذلك اليوم، شخصية كبيرة معروفة في طهران، قال لي أنا نحن عندنا مريض، بنتي مريضة والآن في حالة صعبة عدة أيام، هذول الأطباء هم عالجوها ما أثر العلاج فيها، وأنت شوف. وقال خلي يخبرون الحريم النساء يتحجبون حتى يدخل هذا الرجل يشوف المريض. واي كنت خائف انه السجوع واحد يدري حدوده ويتحمله، اما هذا حدوده شنو راح يكون علي؟ على كل بخوف، لان قلت اي اعرف بعض الشيء من الطب. دخلت رحت توكلت على الله وتوسلت باهل البيت عليهم السلام، على كل لا ينتهي الامر بشيء يؤدي بحياتي، يؤدي بسمعتي، يؤدي بتاريخي. جلست عند المريضة، وعادة سابقا يأخذون النبض عند الكف، أخذت النبض ما افتهمت شبيها هاي المريضة، ولكن في نفسي فكرت أعطي بعض الأدوية، أصف بعض الأدوية العامة اللي هاي المريضة لو ماتت أو بقيت وسئل أنه من أي دواء استفيد، هذا الدواء قطعا ما يكون سببا للموت، يعني ما بيخوف. على اصطلاح ذلك اليوم مثل خوبة بالفارسي، خاكشي يسموه، مثل ورد لسان الثور بالفارسي، قلقاو زمون يسموه، من هالأشياء وصفت. توسلت بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ودعوت الله تعالى أنه لا ينتهي إلى شيء. قلت اطوها هذا. من اجيت أروح صاحب القصر الكبير قال اصبر حتى نشوف وضع المريضة شي يصير. زاد خوفي وهمي. هذا السيد، سيد مرزا أبو الحسن الشيرازي، ينقل عن أستاذه هذا الشخص. يقول جلست وزاد همي وزاد خوفي أنه ليكون هذا المريضة الآن يصيبها شيء، وإن كان الأدوية اللي أنا وصفت لها هذه الأدوية أكيد أي طبيب يسمع أنه أنا أنطيته إلها خوبة أو ورد لسان الثور وأمثال ذلك، احتمال أن يستند شدة المرض إلى ذلك مو موجود، أو الموت يستند إلى ذلك. جلست بعد فترة قليلة، سواء قال ربع ساعة نص ساعة، اجوا من داخل البيت بشروا صاحب البيت بأنه البنت بعد كذا يوم اللي كانت لا تأكل لا تشرب لا تتكلم جلست وقالت أنا جائعة. وهذه فت فرحة كبيرة للأب كان. الأب توجه إليه الآن مثلا قبيل المغرب كان، باعتبار أنه أهل العلم كانوا معروفين بالزهد، وكثير من أهل العلم كانوا زاهدين فعلا. هسه إذا كان هناك من لم يكن زاهد كان مو من الكثرة، من غير الكثرة كان، فكان متعارف بين العلماء بين أهل العلم، يعني شيء مو نادر أنه وجبة واحدة باليوم والليلة يأكل، أو وجبتين يأكل، أو قليل يأكل. لهذا وإن كان قبل المغرب صاحب البيت صاحب القصر سألني قال أنت ما أكل غدا متغدي؟ أنا سكتت. قال لأحد خدامه خذوه للمطبخ شيء اللي يريد يأكل، والمطبخ فيه ما لذ من الطعام.
الطعام ومن الشراب أنواع وأقسام يا ريال وقران. لما وصلني خبر أن البنت صار وضعها أحسن من عدة أيام، ما ماكله ما شربه ما حاجيه، يعني همي خوفي رأزال، وأكلت وبعدين أجيت وبعدين سألت قالوا لا أحسن 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 وضعها. واستضافني صاحب القصر وقيت عنده عدة أيام هناك، كنت أطلع أروح لزيارة عبد العظيم الحسني سلام الله عليه وأرجع، يودوني ذاك اليوم سيارات ماكو، عربان كاليسكا، بالكاليسكا ياخذوني منا منا. وبقيت كم يوم هناك، وذلك الشخصية قال أنا عندي أطباء، مجموعة من الأطباء، ولكن هذول كلهم عجزوا عن علاج هذه المريضة وأنت عالجته، صارت زينة عقب يومين ثلاثة بعد اليأس وبعد العلاجات العديدة من مجموعة من الأطباء، صارت جي صارت زينة. فصاحب القصر قال لي أنت أين وين؟ قلت أنا بالنجف الأشرف. قال على كل أنا أعطيك هنا دار إلك وخادم وخادمة وكذا، هذا إلك، لو تريد تجيب عائلتك تعيش هنا أهلا وسهلا، لو تريد تروح للنجف الأشرف هاي الدار إلك، أنت تجي أحيانا للزيارة إلى إيران أو الدار إلك أو أصدقائك أقربائك يجون. وانطاني مبلغ جيد من المال وقال أنا ألقبك بمسيح الأطباء، وبعد ذلك صار طبيبا معروفا. هو كان يقول هذا نتيجة، يعني حدسه أنه نتيجة هذا الإحسان الصغير وهذا إيثار. أنا بحاجة إلى القرآن كنت وآثرت غيري على نفسي، هسه ذلك الغير منو كان؟ صدق إنسان كان، ملك كان؟ قال أنا ما افتهمت وما رأيته. هذه قصة شخص وأنا تلميذه، رأيت يعني صار طبيب معروف بفضل الله تعالى، تلميذه كان طبيبا جيدا. هذه قصة الشخص، أما هذه آيات كريمة في القرآن الكريم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، قد يعود على الإنسان عاجلا إن لم يعد الإحسان عاجلا فآجلا قطعا في الدنيا وفي الآخرة قطعا أيضا. الإحسان مو فقط المال، الإحسان الخلق الحسن، الإحسان إعانة شخص في حاجته في مشكلته، إما بمال أو بوساطة في حاجة إنسان أو أي شيء كان، حيث أن الدنيا عند الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الشريف لا تسوى لا تسوى جناح بعوضة، همو جناحي بعوضة، لأن جناحي بعوضة البعوضة تستفيد منهما بالطيران، أما الجناح واحدة حتى البعوضة ما تستفيد منه، يعني لو بعوضة انقطعت جناح من جناحيها من جناح واحدة حتى البعوضة ما تستطيع أن تستفيد وتطير. لو كانت الدنيا يقولون لو حرف امتناع لامتناع، يعني في مقام
امتناع ذلك الأمر يستفيدون العرب تستفيد من كلمة لو. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا آلهة أكو إلا الله، لا فساد في السماء والأرض أكو. هنا يستعمل لو في هذا الحديث الشريف أيضا. لو كانت الدنيا يعني ما تسوى حتى جناح بعوضة، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة، يعني في موارد عديدة الله لا يجزي الإحسان في الدنيا، لا يعطي الجزاء في الدنيا لأن الدنيا ما تسوى عند الله، فيخلي كل للآخرة، أحيانا بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة. قطعا يصل الإنسان إحسانه إلى الإنسان في الدنيا، ولذا الإنسان يسعى دائما أي إحسان لأي شخص يمكنه أن يقدمه له، يعني شعر بهذا الإحسان وتمكن منه يصنعه لآخرين، إلا في موارد التزاحم الإنسان ما يقدر هم هذا الإحسان يسوي ساعة زمان أكو في هذا الساعة، هم إحسان لهذا الشخص يسوي هم إحسان لهذا، ما يقدر، فهذا ما له قدرة، فينتخب ما يكون هو إحسانا أكثر أفضل. يعني إنقاذ إنسان من الموت فرضا غريق ينقذه، أو إنقاذ إنسان آخر من حمى من ألم، هو إنقاذ الإنسان من الموت أفضل أهم. هذا في باب التزاحم. وإلا حقيقة يخسر الإنسان خسارة عظيمة جدا جدا إذا كان يمكنه تقديم إحسان إلى شخص ولا يحسن، خسارة في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وجميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان لتقديم الإحسان إلى الآخرين من البشر أو حتى إلى الحيوانات، حتى إلى النبات والحجر، كما يستفاد من الأحاديث الشريفة ومن الآيات القرآنية الكريمات قبل الأحاديث الشريفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.